في إطار الجهود المبذولة من طرف مصالحنا للشرطة القضائية في مجال محاربة الجريمة بشتى أنواعها لا سيما الجريمة المنظمة، مصالح بالأمن الحضري الخارجي السيادة، وباستعمال تقنيات خاصة في البحث والتحري نص عليها قانون الإجراءات الجزائية في مواجهة هذا النوع من الجرائم، دامت لمدة 7 أشهر تحت الإشراف والمتابعة الدائمة للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تدلس، تمكنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطرة تتاجر في الأسلحة والمخدرات الصلبة والذين يمتد نشاطها لعدة ولايات من الوطن، وتتخذ من إقليم ولاية غليزان مركزا لنشاطها الإجرامي. العملية التي تم تنفيذها بتاريخ 30/11/2020 وفق خطة أمنية مدروسة اعتمدت على سرعة التنفيذ والاحترافية، مكنت من توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 65 سنة ينحدرون من ولاية غليزان وشلف، وكللت بحجز سبع مسدسات نارية نصف آلية وذخيرة حية مصنفة طبقا للأمر 9706 المؤرخ في 21 يناير 1997، والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة بالإضافة إلى 740 غرام من مسحوق أبيض تم إرسال عينة منه إلى المخبر العلمي للشرطة لغرض التحليل، و193 غرام من الكيف المعالج، وأربع مركبات سياحية مرقمة بترقيم ولايات تلمسان أشلف وغليزان. عن تهم تكوين جمعية أشرار، اقتناء وحيازة المتاجرة حمل ونقل واستيراد أسلحة نارية وذخيرة حية بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات لغرض البيع ووضع للبيع والنقل والتخزين من طرف جماعة إجرامية منظمة، تم إنجاز ملف إجراء قضائي سيقدم بموجبه فيهم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة عين تدلس بمستغانم. وشكرا.